حبيبي. يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك، ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب، النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد، بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين، والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا، اصلي ياسمين، اصلي. تعالى. نعم. تعالى. ايوه. تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم، يلا. طب ما ياخدوه، حد هيشوف. ما تاخدوا راحتكم يا جماعة، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش معلش، تعالى هكلمك بقى. طب هسجلكوا تاني. ايه بس، ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شوية. انا هكلمك في البنات، ايه رأيك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي، مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميلة؟ ايوه. بصي، هي في حاجات كويسة وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامة كده بنت واعة. واعة؟ انت محلوية لي بالقصة دي، ما تجيبي. بصي في بنت كانت واقفة على اليمين مش واعة، خش شوفي حكايتها واجي. مش واعة يا بنات. أنا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوة خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا جيه؟ ازيك. لسه شوية. ايه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، يا بختك عم ساهر. ايه رأيك بقى؟ الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحة. أنا مش عارف اليمامة دي هتتجوز أهل بالطوب ده إزاي؟ طبعًا، مين يشهد للعروسة؟ شفتي؟ شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها أجيب لها شوكولاتة، كبرت وبقت عروسة. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي أبوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى إيه يا حسام؟ ما أنت أبويا وأخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي. وادي الكرافات يا ست سلمى، وحمراء علشان ايه؟ بتعملي لناش فيلم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، انت اللي زي القمر، ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا، دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايدي يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك، لما الواحد يروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسيرتك، لسه بسيرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت انت نقيب من الوادي الجديد من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر، لو ما حضرتوش هتبحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريبيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساهر؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز يا ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كام مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام اهو تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكم على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره يا عم انت وماما والعرسان. تزنقهم في العربيه الصغيره؟ انت ناسي يا ابني ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخوها، ما هيتنقي ليه ياخد العروسه؟ عروسه يا ابني، انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صحبات اختك في تاكسي وتشحططهم وانا هاخدهم وامشي. انت تسكت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، اخد البنات امر الله. اوعى اوعى يا حسام تعالى هنا اهو.
لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز اتجوز ايه ونيلة ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديكي بوظتي يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها؟ انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا لا علي راضي.